برمجة خاصة مع خلود مبروك على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم الناس الكل على اي اف ام، شكرا لكم اللي تسمعوا فينا. موعد خاص، حصة خاصة بمشروع أكاديمية المواطنة بين فونداسيون اي اف ام وراديو اي اف ام. اليوم تسمعونا في المباشر لأنه معانا الفائز بعد مسار طويل بين الولايات. دايوغ اليوم باش نسمعوا الفائز على صفاقس، غدوة باش يكون معانا فائز أو فائزة عن ولاية أخرى، لأنه التصويت صار على صفحة الفيسبوك على فونداسيون اي اف ام. شنو المشروع؟ شنو هي الحكايه هذيا؟ علاش اليوم معانا فائز اللي هو محمد غربال، والاشكاليه نتاعو هي اللي خليته يكون لهنا؟ يقول لك قايل كيفاش اشكاليه توصل الانسان انه يفوز. مرحبا محمد. مرحبا بكم، عايشكم على الاستضافه هذيا الحلوه. شكرا لك. كيفاش فما اشكاليه خليتك تفوز في المسابقه هذيا نتاع اكاديميه المواطنه؟ والله شو نقول لك، ولات في تونس عنا المشاكل هما اللي يخليوا العباد توصل ممكن للميكرو باش تعبر على رأيها وتعبر على مواقفها ومعاناتها معناتها خاصة. كيفاش كانت مشاركتك في البرنامج هذا؟ من الأول بالكل والله بالظهر معناتها لقيت منتدى التنمية في صفاقس على الفيسبوك، عملت الانسكريبسيون، كلمتوني انتوما قبل بنهار، مشيت احضرت وقتها، قلتوا لنا اللي يحب يعمل مداخل على موضوع من المواضيع يجم يتدخل. دخلت انا اول مره حكيت، اخترتوني انتوما، جيت لهنا عملت فورماسيون واخترت المشكلة اللي نحب نخدم عليها، وكو صار التصويت وبشوي بشوي. يعطيك صحة. الإشكاليات كانت في علاقة بولاية صفاقس، فما شكون اللي اقترح العمل على الموضوع البيئي، فما شكون اقترح على موضوع ذوي الاحتياجات الخصوصية، انت اقترحت العمل على مشروع النقل في ولاية صفاقس. شنو معناها كي نقولوا إشكالية في إطار أكاديمية المواطنة؟ معناها انتم مجموعة من الشباب اخترتوا مواضيع اللي تراوها هي أولوية في الولايات نتاعكم، ومن بعد الجمهور صوت لكل شخص وانت جبت اعلى نسبه تصويت. هذاك علاش انت معنا اليوم. محمد غربال من صفاقس، فاصل صغير وباش نرجعوا معاك مباشره باش نفهموا ما هي الاشكاليه، وماكش باش تكون وحدك لانه باش يكونوا معنا عبر الهاتف اليوم تباعا زوز نواب، مليك كمون وطارق المهدي، اللي انت باش تتحدث معاهم، باش تطرح لهم اشكاليتك وباش تقنعهم انهم يهزوا هالإشكالية هذية أو المشكل ويحاولوا أنها يلقوا لها حلول داخل مجلس نواب الشعب. وسادة النواب باش نطلبوا منهم تعهد على أنهم باش يكونوا معانا في هذه الفكرة والمشروع، وباش يحملوا البروجي اللي جاي به اليوم محمد غربي. الفاصل صغير ونرجع معكم. انتم تسمعوا في برمجة خاصة مع خلود مبروك على اي اف ام احلى راديو. الحلقة النهائية من أكاديمية المواطنة الخاصة بولاية صفاقس، ومعانا الفائز محمد غربال اللي قدم لنا نفسه قبل الفاصل، والإشكالية اللي يطرحها هي إشكالية النقل في ولاية صفاقس. محمد باش تحكي لنا على الإشكالية هذه من منظورك، لكن قبل نرحبوا معانا عبر الهاتف النائب مليك كمون. سيد النائب مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا سي محمد، وتحية لكل مستمعي راديو اف ام. شكرا لك سي مليك. هاو باش نتفاهموا معناها كيفاش توا اون فا بروسيدي، باش نسمعوا مع بعضنا محمد غربال باش يقدم الإشكالية اللي هي فازت في برنامج أكاديمية المواطنة، أخذت أكثر عدد من الأصوات في التصويت. ومن بعد سي مليك باش نخلي لك الكلمة باش تتفاعل مع محمد، لأنه هو اليوم باش يتوجه للمستمعين وللجمهور، ولكن أيضا باش يتحدث معك انت باش يحاول انه يقنعك بهذا المشروع اللي هو يحمله، وانك انت باش توصل صوته وستتعهد لنا. نطلب منك ذلك ان توكا، وان شاء الله نعرف اللي انت باش تتعهد لنا انك باش تحاول باش تنقل المشاكل هذه الكل الى مجلس نواب الشعب. يعيشك سيد النائب. يلا محمد غربال تفضل اطرح لنا الاشكاليه نتاعك. على السلامه سي مليك. مرحبا سي محمد. أنا من الأول اخترت مشكلة النقل في صفاقس على خاطر عرفت صفاقس موقعها استراتيجي برشا في الخريطة متاع الجمهورية، هي معناتها في وسط الولاية،
هي عاصمة الاقتصاد وما نجموش نحكيه على عاصمة الاقتصاد ما غير ما يكون فما نقل اللي يساعد على الاقتصاد. به أنا مش مثال مش ننقل لك المشكلة كما نقوله من أحواز صفاقس اللي ندخلوا للسنتر فيل معناتها. نبدأوا باري اكزامبل بالبنية التحتية متاع الكياسات متاع المناطق كيما عقارب كيما بير علي بن خليفة كيما المحرس كيما الصخيرة الكياسات متاعهم الورلا مهترئة برشا وكل يوم نسمع فما اكسيدونات وفما مشاكل في هيك ثنية خاصة في الليل من كي العباد تبدأ تسوق غادي كايا. شنو المشكل؟ المشكل الكبير هو المشكل في الإضاءة، المشكل في الحالة متاع الطرقات، المشكل في الانفراستركتور. شنو المشكل بالضبط؟ المشكل فما مشاكل متاع إضاءة في كي يبدأ بار اكزامبل فما دي فيراج ولا حاجة ما تلقاش بار اكزامبل البلايك متاع لي دودان والكل فما الكمين لي سيمي كي يبداو متعديين من غاديكية اللي معناتها هي كي يبداو متعديين يعملوا مضايقة للكياس خاطر هو كياس صغير معناتها فهمش كيفاش هذاك علاش معناتها كي نبداو من الحواس معناتها البنية التحتية بنية كما نقولوا تركة الاستعمار ما تجددتش بريسك من وقتها. فما موضوع المترو سيدة انت اللي فاتت وقت اللي في المسابقة وفي الأطوار اللي كنا فيهم بعضنا قلت انا نحب نفهم الموضوع هذا كيفاش معناها عن فما إدارة فما موظفين يمشيوا ويخدموا لكن ما فما حتى شيء. أين المترو الخفيف؟ بالضبط المترو الخفيف أين المترو الخفيف نقطة استفهام كبيرة في صفاقس. أين المترو الخفيف؟ نورمال ما المترو الخفيف حسب أول كلمة قالها المدير العام متاع الشركة وقتها أول 2024 يمشي يبدأوا يخدموا في الخط الثاني متاع المترو. نورمال ما احنا توكا قاعدين نستغلوا في الخط الأول متاع المترو لكن للتو ما فماش مترو. علاش؟ كل مرة يقول لك الدراسة وحتى ندرس وحتى نروا الأراضي كيفاش حتى كذا بعدك ما نعرفش أنا لله محمد رسول الله أي. مازال ما فماش حاجة واضحة يعني أنت تحب ترى أنه مثلا الأشغال بديت تحب ترى أنه فما تخطيط واضح إعلام للناس للمواطنين تو على أساس أنه فما بلان تو آخر كلام نسموه يقول لك قاعدين عملنا طلب عروض باش نشوفوا شركات خاصة ومع شراكة مع شركات عمومية باش يبدأوا يخدموا المشروع لكن أنا مشكلتي كيما أي مشروع في الجمهورية مش كان في صفاقس علاش احنا كي عملنا الدراسة الأولية وقلنا اللي المشروع مش نبدأ ونخدموه بار اكزامبل في 2016 ولا أي تاريخ علاش ما نلتزموش بالوعود اللي نعملوهم علاش ديما التأخيرات علاش ديما فما تأجيل يا أخي احنا نهار كامل نسمعوا اللي تونس دولة مؤسسات وما تقفش على الأشخاص لكن احنا قاعدين نراو في العكس خاصة في صفاقس معناتها يبدأوا مشروع اصلا اذا بداو مشروع اللي هو كان نقولوا احنا بار اكزامبل على اساس على عامين ويوفا نقعدوا 4 و5 سنين باش يوفا اخرتوا المحاولات اللي عملوهم في حزام بورقيبه معناتها موفوا المشاريع بالرسمي عباره احنا اللي قاعدين نبنيو فيهم تعذبنا فيهم برشا. خلينا ناخذوا تفاعل من عند السيد النائب سيماليك خاطر ديجا طرحتوا زوج نقاط انتم لحد الان هو البدايه متميزه من عند سي محمد لانه انا نعتقد انه بدايه الحل هو في التشخيص ولكن هو ما كملش تشخيص كامل لانه قف في مناطق معينه وثم غيرها حتى سيدي صالح وبير عباس يعني مثلا 70 معتمدين تاعي ساقيت زيد فيها نفس المشاكل اللي طرحها سي محمد ولكن المشكله الاساسيه في علاقه بالنقل هي لازم نفهم شيء طبيعه التحضر في صفاقس ولانه ثم تركيز عالي سواء على عروض العمل والا على لي سيرفيس الخدمات والا القرايه كل شيء ماشي للسونتر فيل وهو اللي يخلق حركات نتاع مرور عاليه برشا ويزيد في نسبه الازدحام بالاضافه الى المشاكل نتاع البنيه التحتيه اللي حكى عليها وثم غيرها على فكره في صفاقس اكثر واكثر. هذا الكل في نظام نتاع يعني في سياسه عامه ما توفرش مساحه كبيره للنقل العمومي في حين انه نحن ندعي ان دوله اجتماعيه والدوله الاجتماعيه الرئيس نتاعها صحه تعليم نقل
ولكن الدولة للأسف عادية الجهد نتاعها والطاقة نتاعها في أشياء تستهلك مخزون المادي نتاعها وتفلس وتضاعف المردودية نتاعها في الأشياء اللي لازمها تتدخل فيها بالأساس اللي هي النقل والصحة والتعليم. دونك كي نحكيو على نقل عمومي في الساقس بالتحديد نحكيو على الحافلات لأنه ما فماش غيره. ويسوفي تعمل دورة صغيرة في مستودع وإلا تاقف إن جورنيه هكا في الساقس لو تعرف الوضع الكارثي للنقل والشركة الشركة الجوية للنقل بالساقس في علاقة بالحافلات وبالوضع نتاع الحافلات وبالهيكلة نتاعها. وكانت فترة حتى في أواخر السنة الفارطة في أكتوبر 2022 كان ثم تنظمت وقفة احتجاجية من عند الأعوان نتاع الشركة الجهوية وطالبوا بجلسات نقاش مع المسؤولين وأعادوا حتى كراس مطالب من 28 مايو الماضي ولكن لحد الآن ما ثم حتى تقدم. نعاود نذكر بدا بأنه الشركة الجهوية للنقل في الساقس من سنوات 2017 و18 و19 ما تمتعتش بتفعيل صفقات للاقتناء نتاع الحافلات وحتى في سنة 2020 كانت موعودة بصفقة ب 30 حافلة ما خليت منها كان 6 فقط. في علاقة بالهيكلة كذلك اليوم نحكيه على حسب بالطبيعة أعوان الشركة يقولوا على أنه ثم شهور كبير في عدد الأعوان اللي تجاوز 300 تعاون عجز في الاعوان وصعوبات في الهيكله. في 2018 على ما اعتقد صارت مناظره ودخلوا 18 فقط في حين انه كل سنه تقريبا بين ال 40 و 60 عون يخرجوا على التقاعد وما يتمش التعويض نتاعهم. كذلك ثم ابعاد اخرى للمساله نتاع النقل العمومي في الساقس وخاصه في علاقه بالنقل بالشركه لان هي هو الاكثر توا محمد سمعنيه يتساءل على موضوع المترو. لا هيك النقطه الثانيه يعني اكيد ولكن كملك لانه نقطه مهمه برشا لانه حتى هذه مطالب ناس واليوم لازم ننطلقوا في حلول فعليه من خلال تشخيص واقعي حقيقي للازمه اللي تعيشها الشركه اللي هي العمود الفقري نتاع النقل العمومي في الساقس. لأن المشكله مش بنيه تحتيه يوم ثم اهتراء الاسطول نتاع النقل في الساقس كامل سواء الخاص او العام يعني سواء الحافلات او حتى التاكسيات. في باش نختم يعني ما غير ما نطول برشا في النقطه هذه اليوم ثم عديد الابعاد راهي متداخله في مساله النقل العمومي مش فقط بنيه تحتيه ونقل ثم يعني ابعاد اجتماعيه ثم ابعاد اقتصاديه ثم ابعاد بيئيه. راهو مشكله النفايات في الساقس راهي ما هي الا جزء يعني لا يتجزا بالمشاكل البيئيه نتاع الساقس ولكن السبب الرئيسي في التلوث اللي تعيشه ولايه الساقس هو النقل بالاساس وهذا يطول شرحه من خلال دراسات وحتى تصريحات الناس اكاديميين فسروه بالكدا. في تفاعل على النقطة الثانية مع سي محمد حول المترو والله بون أنا نضم صوتي لصوته حول تساؤلات عديدة وحول أنه اليوم كنا منتظرين أنه اليوم أصلا نستغلوا الخط الأول. بون باش نرجع أنا نفسر بصفة عامة هو المشروع هذايا انطلق من 2012 تقريبا بعد احداث 2011 وكان المشروع يضمن زوز خطوط يعني الخط الاول على كيف ما تعرف محمد من جرمده يربط بين جرمده وباب بحر يعني سنتر فيل والخط الثاني من او الخط الاول من الانف للمطار والخط الثاني من جرمده الباب بحر. صارت الدراسات وصارت اجتماعات وكما قال سي محمد هذا واقع ما نجموش نخفيوه. ثم اموال طائله تصرفت على الدراسات وعلى سيارات واداره قائمه الذات الى حدود الى حد الان ما ثماش حتى تطور فعلي عملي بقينا ما زلنا في مراحل ومعناش توضيحات من عند شركه المترو الخفيف بصفاقس اللي هي شركه قائمه الذات فما مستجد اللي هو مستجد صغير برشا على ما نعرف انا تم عرض في اطار التفعيل نتاع البي بي بي في اطار تفعيل الشراكه بين العام والخاص تم عرض المشروع نتاع المترو الخفيف في الساقس في القمه الفرنكوفونيه الاخيره اللي صارت في جربه ودايوغ انا ديرنييرمون وصلتني معلومه انه المترو يعني بخطيه مسجل في المخطط التنموي لولايه الساقس. هذه الحقيقه معلومه ما عرفتها كان مؤخرا. على المستوى العملي طبعا نعرف الكل الازمه نتاع السيوله اللي تعيشها البلاد الى حدود 2016 تكلفة المشروع هذايا تقدرت ب 1000 مليار.
ومش كامل يعني. سي محمد ممكن يفهمني، قلنا انه الخط الاول يربط من حي الانس الى طريق المطار بالكلفه نتاع اللي صار التحليل في 2016 اللي تقدرت ب 1000 مليار باش تقف في يعني في في وين زون الشيحيه مدرسه البدر، يعني ثم كيلومترات عديده. يمكن المستمعين اللي في صفاقس ولا اللي يعرفوا بالكدي نجموا يفهموا اكثر منا. في حين انه دائره الانس هي دائره اليوم مهمه ومهمه للغايه، فيها الجامعه الامريكيه، فيها قطب جامعي كامل، فيها ثلاث احياء سكنيه، فيها منطقه حرفيه، فيها مناطق سكنيه، ورغم هذا لا خطوط نتاع نقل ولا حتى مركز امن ما فيهاش على فكره، وهذه نحب ناكد عليها النقطه. دونك راهو ثم صعوبات كبيره في علاقه سيد النائب. باش نرجع الكلمه لمحمد غربال، وباش يحاول انه يطلب منك انك تكون وتتعهد بانك ستتابع هذه الملفات الخاصه باشكاليه النقل في صفاقس. تفضل محمد. والله تعرف شيء، انا لو كان من الاول لو كان من اول ما طرح مشروع المترو الخفيف في صفاقس قالوا فما الدراسات وفما المشاكل هذوما الكل، والله كنت نجم نتفهم. اما الكلام اللي سمعناه احنا اول ما الشركه هبطت في الرائد الرسمي، الكلام اللي سمعناه وفي 2016 مش نبداو اول خط وكذا، ووعود ووعود ووعود، والوعود هذه ما جاتناش من حزب ولا من جاتنا من الشركه، من مدير عام الشركه، من الوزاره، معناتها من السلطه المركزيه نتاع البلاد. وبعد كده نسمعوا الكلام هذايا انا واللي في صفاقس الكل برشا نقاط استفهام. علاش هذا الكلام من الاول؟ معناتها علاش ما تصارحوناش من الاول؟ علاش من الاول ما تقولوناش ما فماش فلوس بار اكزومبل؟ علاش من الاول هو موجود في 2012؟ راني قلت لك الكلام هذا، ولكن سامحني لانه ثم بعد سياسي زاد سي محمد ما يخفاكش. راهو المشروع هذا انطلق في 2012، المثل اللي تحكي عليها انت في بدايه 2013 تم النشر نتاعو، انت تعرف الظرفيه السياسيه وقتها، واحنا حتى المشاكل الاقتصاديه والماليه اللي نعانيو منها اليوم راهي اغلبها من جراء اتفاقيات صارت في الفتره هذيك، وهذا شيء ما يخفاش على الناس. ولكن اليوم باذن الله يعني انطلقنا هذا التعهد بانه الملفات المتعلقه بصفاقس راهو عهد على كل نواب صفاقس باذن الله، ما تتحقش الى وعود ما تتحقش نقولوها. ولكن اليوم في انطلاق في سياسه جديده، راهي سياسه الوضوح والتشخيص باذن الله هي اول انطلاقه. متفق معاه في كل الكلام اللي قالوا من حيث اللوم على سياسات سابقه وممارسات سياسيه سابقه، ولكن راهو يعني بالنسبه للكلام هذا انا اليوم صادق يعني صارحتك بالحقيقه وبالمعلومات. اهم شيء يعني هو المصارحه اظن، باش الناس الكل تبدا تعرف رواحها وين ماشيه، وحتى طرح المواضيع عند المجلس او عند الحكومه يكون عن طريق ملفات انتم الشباب في صفاقس تكونوا على علم به. نشكر السيد النائب. بارك الله فيك سيد النائب على رحابة الصدر متاعك، وإن شاء الله نتقابله في ظروف مخير وفي الافتتاح متاع المترو إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا على الاستضافة. شكرا لك النائب مليك كمون. نحكيه على إشكالية النقل في ولاية صفاقس، ومعنا محمد غربيل هو الفائز في برنامج أكاديمية المواطنة. احنا في حصة خاصة بشراكة مع فونداسيون إي إف إم نتحدث على صفاقس وعلى النقل بالأساس. فاصل وراجعي. انتم تسمعوا في برمجة خاصة مع خلود مبروك على إي إف إم أحلى راديو. انتم تسمعوا في برمجة خاصة مع خلود مبروك على إي إف إم أحلى راديو. مرحبا بكم الكل، شكرا لكم، رجعنا لكم في أكاديمية المواطنة. هذه الحلقة الأخيرة في علاقة بصفاقس. نذكروا أن البرامج اللي طرحت في البرنامج هذي متاع أكاديمية المواطنة تتراوح بين وضعية الماء، صلاح الشرب، البنية التحتية، الأوضاع الاقتصادية. وأنت اليوم محمد غربيل معنا لأنه الإشكالية الفائزة هي الإشكالية اللي طرحتها أنت، وهي موضوع النقل في ولاية صفاقس. ولاية صفاقس اللي على ما يبدو حسب ما قاعدة نسمع ونشوف، قبيلة كان معنا النائب مليك كمون تحدثتوا في موضوع الكياسات، الازدحام، المترو، اهتراء الأسطول، البنايات اللي قاعدة توا تؤثر حتى من حيث المحطات للمستودعات إلى غير ذلك. وفما أيضا محمد غربيل موضوع المطار، ها المطار اللي هو موضوع ياسر عزيز عليك، حتى بالنسبه ليك هل شو يضحك فيك موضوع المطار؟
والله تعرف شنو اللي ضحك فيها، معناتها أنا المطار يبعد عليا 6 كيلومتر، مي أنا نعمل ديبلاسمون تاع 280 كيلومتر باش نسافر بار إكزومبل. هذا اللي يسكن في صفاقس بار إكزومبل، اللي يسكن في بوزيد بعيد 100 كيلومتر ولا أكثر من 100 كيلومتر على صفاقس، أما هو يعمل ديبلاسمون لتونس العاصمة بار إكزومبل باش يسافر، معناتها الجنوب كامل كان ينجم يستغل مطار صفاقس، أما للأسف صار تهميش متعسف على مطار صفاقس. اش معنى متعسف؟ متعمد؟ متعمد كيفاش؟ متعمد، خاطر كي نسمعوا مسؤولين يقول لك الخدمه نتاع مطار صفاقس تقابل بالخساره في يوم من الايام، فما شكون قال مطار صفاقس ماهوش رونتابل، معناتها انا نقول له بار اكزومبل ريت كاين مطار صفاقس بار اكزومبل مش رونتابل، الشركات العموميه الكل الخدمه فيها ماهيش رونتابل، معناتها انت جيت على مطار صفاقس مطار عاصمه الاقتصاد، نعاود نقول لك مطار ثاني اكبر ولايه في الجمهوريه ما يخدمش، علاش؟ ولكن المشكله اللي هو في وقت من الاوقات كان يخدم وكانت فيه سفرات يوميا وكان ينشط، ومن بعد فجاه وبعد كيا بعد الثوره مطار صفاقس كل عام يقتلوا يخدم كان جيست بريود العمره، بريود العمره يخدم فيك نص شهر ولا شهر وبعد كيا يعاودوا يسكروا. به محمد غربيل التحق بنا النائب طارق المهدي اللي باش يتحدث معاك في الموضوع هذايا، باش يعطيك رايو شنو المعطيات اللي عنده في علاقه بموضوع المطار وايضا في علاقه بموضوع اللود نتاع قرقنة، على خاطر توا انا نتساءل مثلا المواطنين اللي عندهم حالات مستعجله في الليل مثلا كيفاش يتنقلوا. قبل كانت شركه نتاع بترول ما غير ما نسميوها ساخفة على الدولة وعاطية هليكوبتر للحالات المستعجلة، لكن نرجع بعد الثورة نحات الخدمة هذية واللي وتويكية ما فهم حد شيء. فهمشي كيفاش سيد النائب معنا ستارة؟ مرحبا بكم وجميع مستمعين إذاعة إيفير. شكرا لك سي طارق، خليناك تسمع شوية في الطرح اللي قدمه لنا محمد غربيل ونسمع تفاعلك حول الموضوع في علاقة بالمطار وفي علاقة بالعزلة اللي عايشتها أرخبيل جزر قرقنة. ودنا غربيل من عنده الحق في اللي قالوا، ما هو الحق بلجت المدة الأخيرة عديد الرحلات معناها على الخطوط التونسية في مطار مطار صفاقس دينا الدول. السلام الأخير. اسمه صفاقس دينا الدول، يا ماما مخدام الدول كان الاسم معناتها، فهمتني؟ صفاقس صحيحة في الجنوب، صحيحة المدينة سواديزون الاقتصادية اللي لم تعد المدينة الاقتصادية الأولى في تونس مالوزنون. صفاقس بلاد صناعية، بلاد رجال الأعمال، بلاد الحرفيين. صار حق صار تهميج ممنهج لرجال الاعمال نتاعنا، اغلب رجال الاعمال الصفاقسيه العلم كم راهم طلعوا لتونس العاصمه. اما مازالت عندنا فرصه كبيره باش ان شاء الله صفاقس ترجع للاشعاع اللي تعرفت به، وديما نقول ان شاء الله القادم خير. فيما يخص مطار صفاقس طينا، يلزم معناتها ينزل اون اكزيجي رحلات معينه معناتها من المطار هذه كيف سوا لفرنسا، نبداو باللي ديستيناسيون المعروفين واللي مطلوبين اكثر. فما خدمه كبيره قاعده صايره مع السيد مدير عام الخطوط التونسيه مع عديد المتدخلين في المجال هذايا، وان شاء الله نقولوا ثم حلول ان شاء الله في القريب وتكون ثم رحلات منتظمه كيف سواء رحلات دولية ولا رحلات انترنت. سيد النائب شنو رايك في المقاربة اللي طرحها توا محمد غربيل اللي يعتقد ويقول لنا بوضوح انه صاير تهميش متعمد في اطار المطار هذايا وتعطيله الى غير ذلك؟ محمد ولد ثق، معناها يسمع المشاكل اللي صايره، يسمع كذا قبل، معناها فما اوبيراتور زاد الفلوت، تخيلنا انه فما مولود جديد زادت للفلوت تونيزيان اللي هي صفاقس لاينز، الكومباني هذه تعرضت لبرشا مضايقات وبرشا تهميش اللي خلتها نخسروها
كوجهة معناتها وكمؤسسة تنجم تدعم مجال الطيران في تونس. سامحني في وقت من الأوقات سيفاكس جابت طيارات تونسير بيدها ما عندهاش منهم. جابت نوعا تاع طيارات خير من طيارات التونسيه. هذه يا سيد شون كومبانية يا خير، هذه ما عندهاش علاقة بالمطار نظن الشركة. لا 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 هما 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 محمد يحكي يحكي موجودين في تونسيا محمد أي. أما فيه أجدد معناها كي نقولوا على الايربيس 330 اللي كانت تعمل لا لونغ ديستونس بين تونس وعملت أول رحلة من صفاقس بين 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 الجمهورية التونسية وموريال في كندا، كانت انطلاقتها من صفاقس وكانت حلم معناها كان ينجم يتواصل وكان ينجم يكون دعم كبير للسفارات وللفلوت التونسيان معناها الفلوت ايريان التونسيان معناها الاسطول الجوي التونسي. على غالب العصفور ما ينقر كان عين خوه، هذه مثل سمعناه من احنا صغار. ما نعرفش شكون ما يحبش شخص يطلع ما بيحاول ليه من هنا فصاعدا نحن لها. نواب صفاقس الكل وان شاء الله نقولوا المسؤولين تاع صفاقس ورجالات نساء صفاقس ان شاء الله سنقف معناها ان شاء الله الكتف للكتف واليد في اليد باش نعاودوا حاجه هايله. ستار المجتمع خلينا نرجع لمحمد كان عنده تفاعل على الموضوع هذا ويحب يعاود يطرح الموضوع قرقنة. موضوع لوط قرقنة بالرسمي كما سميتها انت المدينة المعزولة انت عام كامل بار اكزومبل ديما اي تقلب نتاع طقسي تتعطل الرحلات، العباد اللي ماشية القرقنة برامج الكل تدخل بعضها، اللي مروحة من قرقنا كيف كيف، الحالات المستعجلة ما نحكيوش عليهم. مثال في 2019 صار وقت اجتماع وزاري كبير مع معناتها وزارات معينة ورئيس الحكومة والكل على برشا نقاط هم ولاية صفاقس، هو اجتماع وزاري خاصة على مشاكل ولاية صفاقس. وقتها خرجوا ب 15 قرار، القرار هذية فيه أربع منهم يهم النقل في صفاقس. أنا مش نرجع جيست على النقطة متاع وقتها قالوا مش يعملوا سفينة خاصة بالحالات المستعجلة للنقل السريع لولاية قرقنة الجزيرة قرقنة، لكن للتو ما فما حد شيء. احنا نحكيه من 2019 توكا أربع سنين معناتها عنا، والسفينة هذية للتو ما جات. معناتها ديما نرجع ونقول لك نفس الكلام، مادامكم انتم ما كمش قد الكلام ولا ما تنجموش، علاش هذا معناتها علاش الاجتماعات الزايد وهالتصاور الزايدين اللي في التلافه استعملوه معناتها. واضح 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 يا محمد، تفضل سيد النائب. محمد تحسه متشبع بالمشاكل معناها بالحق، جايب اشكاليه حاملها ما يسالش. انا افضل لي انا 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 سنسغمون نفرح ياسر ياسر كي نسمع شباب كيما ولدنا وخونا الصغير محمد معناه يحكي ويتبع في الاخبار كيما هكايا. ساعه نسمع فيه يحكي على الهليكو اللي كانت اللي هي على ملك البلاتفورم نتاع البتروليه الموجوده في قرقنة. صحيح محمد الكلام اللي قاله قبل صحيح، كان فما هليكوبتر اللي تابع الكومباني بتروليه، كانت وقت تصير كإرجونت كان يتنقل الملاذ ولا الكايرجونت اللي صارت كان يتنقل على هليكوبتر وديريكتومون توصل للإرجونت في المستشفى الجامعي الحي بورقيبة. المسألة هذه صارت حتى علينا، معناها أنا مدرب منتخب وطني مدرب رياضة قبل ما نكون نائب شعب. عندنا ايفينمون وقتها في 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 قرقنة، وعندنا وحدة من ثلاث من ليكيب ناسيونال الى انفلاسيون غراف شوية، تم نقلها مباشرة على هليكوبتر. معناها كلام محمد صحيح. اللي نقول له محمد ان شاء الله مع بعضنا نواب ورجال اعمال ومجتمع مدني ان شاء الله نرجعوا الاضاعة ونحسنوه. فيما يخص اللود وفيما يخص التنقل واللي هو مربوط بحالة الطقس ومربوط بعدد سفرات محدود، البابور ما يتنقلش في 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 ظرف معناتها في ظرف مثلا
وقت بدا فما طوفات، وقت بدا الطقس، وقت بدا مثلا 30 35 40 عقده، اللود ما ينجمش يتنقل في الواحد هذاك يخاف. سامحني سيد النائب، اللود تكنيكمون محمد، اللود تكنيكمون يمشي على واد، خاطر احنا نعرفوا الثقب جاي على ميرباد، الور الواد يتنقل عليه اللود، هو كيما الكياس موجود في البحر يتنقل عليه. فما خطوره كبيره وقت يبدا فما رياح جانبيه سيرتو، انه اللود يشحب ويتبلع في الميرباد. بالله سامحني سيد النائب، خليني اسالك بربي، خاطر هكا انت قاعد تزيد تاكد له في التابلو نتاع العزله. نعرف سيد النائب انه هذا الواقع. لا لا خلينا نوضحوا بالله حكايه، راهو خليه محمد يتفاعل معاك ونرجع لك. سيد النائب شو تحب تقول محمد؟ انا جيت نحب نوضح، جيت نحب نقول حاجه. اي تفضل. علاش تو كي مش نعملوا دراسة احنا بار اكزومبل مش نشريو لود، كي مش نشريو لود علاش ما نقراوش حساب الحكايات هذية؟ تو احنا نراو تبارك الله فما بابر تبدا الموجة كبيرة معناتها في البحر، والبابور يمشي على روحه مريقل، علاش كان لود صفاقس؟ معناتها دوب ما يصير هكا تعكر في الأحوال الجوية، واحنا نعرفوا هذه المشكلة من قديم الزمان، علاش ما نقراوش حسابنا من الأول؟ علاش ديما معناتها ما فماش اجتهاد في انجازاتنا معناتها؟ هاي تفضل. خلنا نتفاعل مع الاستفراغ قبل كل شيء. اسمعني محمد جاوبتك على السؤال نتاعك قبل ما تساله. اي ركز في حديثي محمد، قلت لك راهو احنا الشخصيه الشريط الساحلي نتاعنا يتسمى ميرباس، المياه الغير عميقه، المياه القصيره، والمياه القصيره هذه ما هوش البابور مشكلته، ما هوش في الموجه الكبيره يا محمد. البابور يمشي على طريق، على طريق ضيق، يربط من بين البور نتاعو في فاقس والبور اللي مقابله في سيدي يوسف في قرقنه. اما الحلول الوقتيه موجوده. انت تعرف مليح انه فما شركه تعملت في السنين التوالى، الشركه هذه فيها بتوات صغار تنقل المسافرين، وعملت رحلات منتظمه من صفاقس لجزيرة جربة وش القرقنة. المؤسسة هذه الحق تم ضربة تغذل، يسمعني نقابات خدمة ماهيش مريقلة في المسألة هذه، وسائل النقل العادية خدمة ماهيش مريقلة، خاطر الناس شيخوا بفاست النقل على الجزيرة جربة على البابور هذايا. البابور هذوما نجموا نستغلوهم فور لو مومون، أما نحب نحكي لك حاجة أحسن من هذه الكل. الفرق الحاجه المشومه في قرقنا هي انه كما صارت مؤخرا، معناها مسكينه امراه توفيت، فهمتي، انسانت على اولادها، توفيت وهي في اثناء الولاده نتاعها، على خاطر ما نجموش يهزوها للسبيطار الوليدات في سياق. اما احنا نتصور ان يكون من الاجدر هو تحسين المستشفى اللي موجود في قرقنة، ودعمه بإطارات طبية كفأة في جميع المجالات. هذه مسألة لازم منها. أيوة. قرقنة راهي ماهيش جزيرة معجوزة، قرقنة تجم تكون جزيرة يمشي ويداوم فيها. نعرف. رغم كل تفسيراتك اللي هي علمية ومنطقية وتقنية، إلا أنه أنا قاعدة نشوف في عينين محمد أنه غير مقتنع، يقول لك ليه ما نعملوا مستشفيات ونعزوا الطاقم الطبي إلى غير ذلك، ولكن معلش ما نخموش في مشاريع كما حاجة أخرى، قنطرة إلى غير ذلك. من عشان سمعته أنا لهنا نتكلم استراتيجي، نتكلم استراتيجي. انا كيما سبق وقلت، عندنا ديبتيباتو اللي يحكي عليه محمد. ديبتيباتو يا محمد، ديبتيباتو الاخضر اللي موجودين في مدغشقر، كان تعرفهم؟ نعرفهم، وريتهم مراكين وكلام الشمس. هذوك ينجموا يتنقلوا في اوقات فيهم اكثر، معناها تنجم تكون معناها اوقات صعيبه شويه بارافور البابور الصغير، والعمق اللي يعوم فيه البابور هذاك معناها عمق اقل من اللي يعوم فيه اللود الكبير اللي هز السيارات كذا، معناها نجموا نستغلوا بابر كيما هكاك في الحالات الحرجه وعلى الحالات المستعجله.
هذا قرار مخطوب، وهذا قرار يتم الموافقه عليه، خاطر الشركه هذيك انا ما عنديش اتصال مباشر بها، ما نجمش نشوفوها. المساله هذه تجب تتحل بقرار سياسي، تجب تتحل باتفاق مع جميع المتداخلين في المجال هذايا. واضح. سيد النائب، قبل ما تغادرنا محمد بشيخه من عندك تعهد، تفضل محمد. عسلامة سيد النائب، انا مسلمتش عليك على الاول. اي من الاول دخلت ديريكت في الموضوع. اي اي سيد النائب، على فكره تعرفت علي انا في المنتدى اللي عملتوه اول مره في صفاقس وقتها. سيد النائب، انا نحب تعهد خاطر المجتمع المدني في صفاقس، ونعودها المجتمع المدني في صفاقس هو اللي قاعد يخدم في الاعوام اللي فاتت الكل، هو الوحيد اللي قاعد يخدم ويدز باش ينهض بصفاقس. ان شاء الله النواب جدد نشوفوا منكم الامل باش بالرسمي صوت صفاقس والمناطق الداخليه متاع صفاقس الكل في مشاكلها الكل يوصل وتتفعل المشاريع. التعهد في موضوع النقل بالاساس، الاشكاليه اللي طرحها محمد اليوم سيد النائب، هل ستتعهد لنا انك ستنقل كل هذه الاشكاليات في مجلس النواب في عهدك النيابيه؟ انا مش سعيد، انا ساعمل على هذا واكثر منه. يلزم تفهموا انه 13 نائب اللي على ولايه صفاقس من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها هما مجندين ومتجندين ومتحسين مع بعضنا باش جميع المشاكل اللي تخص صفاقس، سواء البنيه التحتيه ولا النقل ولا البلاج، المشاكل البحريه اللي عندنا اللي ما يعرفهمش محمد كبار برشا، المسائل كلها احنا الكلنا قاعدين نخدموا عليها. فقط انه الاعلام، انا راني في اللجنه الاستراتيجيه، معناها لجنه التخطيط الاستراتيجي والنقل والبنيه التحتيه، معناها انا اللجنه تهمني، انا ديجا انا فيها اللجنه هذه في مجلس النواب، والمساله نتاع قرقنا مساله مطروحه وسيتم طرحها في اقرب الاجل، وقت خاطر فما قوانين لازم تتعدى قبل في المده القصيره القادمه، معناها تهم الجمهوريه التركيه ككل. اما موضوع النقل نتاع قرقنا موضوع ذا اهميه وذا اولويه، موضوع النقل العام والعمومي زاد حكينا فيه وما زلنا مش نخدموا فيه، خاطر ما سلمونا نحكيه يزلنا نخدموا، خاطر النظريات والمخططات والمشيت هي البرشة التعهد نتاعك، يعني هذا سيكون في صلب العمل في المجلس. سيد النائب باش نختموا معاك داير، طبعا المجتمع المدني والشباب وكلها، محمد توا يقول لك انه معاملين عليكم ياسر في المواضيع هذه. محمد، موضوع التاكسيات خلينا نختموا به. موضوع التاكسيات محمد نحب اقول لك حاجه، المجتمع المدني يجب أن يتوحد مثل ما توحد 13 نائب اللي هما على صفاقس لتكبر صفاقس. احنا ليكلون، احنا ليكلون محمد نحبك تعرفها مليح، ليكلون مجموعات المجتمع المدني يخدم برشا، ونعرف محبتهم للبلاد ونعرف غيرتهم على البلاد. انا فقط اتمنى ان نتوحد جميعا، سياسيين، اصحاب قرار، مشرعين، رجال هكا. احنا في الفونداسيون اي اف ام سيد النائب باش نوحدوا المجتمع المدني يوم الاحد. يظهر لي ماهوش يسمع فيا سي طارق، احنا نهار الاحد باش نجيبوا المجتمع المدني الكل في صفاقس باش يتوحد من اجل اشكاليه النقل. وانتم شكرا لكم برشا على التفاعل، ما تتصورش قديش مهم انه اليوم محمد غربال يطرح هذه الاشكاليه ويكون هناك نائب يستمع له ويتفاعل معاه وتتناقشوا بهذه الطريقه. تبقى معانا بربي سي طارق، لانه نحب نختموا معاك في موضوع التاكسيات. علاش ما فماش تاكسيات؟ شنو هو المشكل؟ شنو اللي صاير محمد؟ مشكل التاكسيات في صفاقس هو نتيجه نقص الاسطول نتاع الحافلات في صفاقس، خلى التاكسيات هما اللي مسيطرين بريسك على قطاع النقل في صفاقس. انا ما نلومهمش برشا، خاطر هما ديجا يخدموا على رواحهم، فهمتي؟ خاطر كان ترجع تويكال الأصل المشكلة، نعود نقوله اللي الدولة هي سبب المشكلة.
التاكسيات يقول لك بار اكزومبل معناتها المحروقات غاليه ويتكلف علينا وكذا. فهمتي كيفاش نستعملوا في الغاز وهما تلزوا باش يستعملوا القارورات ديريكت، قارورات الغاز المنزلي ديريكت في الانستالاسيون تاع الغاز نتاعهم. قل لهم علاش، يقول لك على خاطر لي سيترن نتاع الغاز الدوله ماهيش موفرتهم في الوضع البيئي اللي عايشته صفاقس، مع الاوضاع الكارثيه نتاع النفايات، مع تاكسيات يخدموا بالغاز، هما ربيعينهم اكيد هذوك مستمعينا وعلى راسنا وعينينا. اما اذا كان باش تولي الطريقه غير مقنه في اطار غياب الرقابه تولي مشكله سيدنا. هو صحيح ما راهو نحكيه، انا صاحب شركه نتاع سيارات، على فكره العوادم الاقل تاثير واقل تلوث هما عوادم الغاز الطبيعي، سواء جي بي ال ولا فهمني قاروره الغاز ولا الغاز اللي تعطى في الكيوسك، هما الاقل تلوث والاقل امباكت على البيئه. بالنسبه لموضوع التاكسيات صحيح هو موضوع كبير، موضوع التاكسيات فيه حاجتين. حاجه احنا نطالبوا بها كمجتمع مدني وكنواب هو انه الفلوت نتاع التاكسيات يلزمها تتحسن وتتجدد، معناها تتجدد بالنسبه للتاكسيات اللي ما عادش مريقلين، ما عادش تاكسيات، ويلزمها تتحسن بالنسبه للوضعيه والحاله اللي يكون التاكسي يدور فيها في وسط البلاد. انا ما زلنا الجمعه هذه ما زلت كي تعرضت لمساله التاكسيات، وكان عندي لقاء اذاعي في احد الاذاعات حول موضوع التاكسيات، وكان معايا كلها من اصحاب التاكسيات واصحاب المجال سواء النقابي ولا منظمه الاعراف. التاكسيات يشكيوا من حاجه كبيره المده هذه، هي عدم تمكينهم من رخص جديده، سيرتو بالنسبه للاشخاص اللي عندهم سنوات يخدموا في المجال نتاع هذا، في مجال التاكسيات. ايوه المساله هذه ماشيه وان شاء الله نقولوا ان شاء الله هي الحقيقه. هذه سيد النائب ابراهيم ماهيش خاصه بولايه صفاقس، هذه فما مشكل متراكم في جميع الولايات في علاقه بوزاره النقل. احنا اليوم تفضل اختم سيد النائب. نتفاعل معك، اللي دخلوا معنا افكتيفمون كما قلت سيادتك، اللي دخلوا معنا هما مش كان بركة من صفاقس، خاطر اللي جاوا في البلاتو في صفاقس، اما دخلوا معنا نقابة التاكسيات من ساحل، دخلت معنا النقابة الوطنية من تونس العاصمة، ونفس الشيء كما قلت انت يعطيك الصحة، المشكلة هذه مشكلة وطنية مش مشكلة على صفاقس برك، اما صفاقس مع الازدحام ومع العدد المتزايد من الناس اللي فيها النزوح، نعرف خاطر صفاقس سواديزون مدينة صناعية وفيها برشا معناها مواطن شغل، مع الـ مع الـ مع الـ مع الوضع الكارثي والوضع المزري واللي بصراحه معناها ما عادش نجم نسكت عليه، ديجا بدينا في تحركات كبيره معناها فيما يخص الافارقه اللي يتوافدون باعداد كبيره. ما عندناش تمسحب ليه صفاقس ليه تونس، راهو صفاقس بوابه عبور نحو البحر الابيض اتجاه اوروبا. شكرا ليك سيدنا. ماعادش عندنا برشا وقت، نشكرك برشا على التفاعل معانا. محمد غربال اليوم هو الشاب اللي من صفاقس اللي معانا، الاشكاليه نتاعو فازت في برنامج اكاديميه المواطنه اللي عملتها فونداسيون اي اف ام بشراكه مع راديو اي اف ام في الحلقه الاخيره هذه، لانه تتبث توا على اذاعه اي اف ام. السي طارق المهدي وسي مليك كمون النواب مشكورين برشا اللي دخلوا معانا، اللي يسمعوا فينا الكل مهتمين بالموضوع هذايا في تونس ولا خاصة في صفاقس، باش يكونوا ممثلين عن أغلب الجمعيات في صفاقس نهار الأحد 11 في برج الضيافة، باش يتكتب بيان للناس الكل من عند الجمعيات ليتقدم لأصحاب القرار في علاقة بهذه الإشكالية. الإشكالية نتاعك محمد هي اللي باش ينقلوها إلى أصحاب القرار، لازمك تكون فخور جدا بالشيء اللي عملته، لأنه أنت لو حالة حليت لنا مليار شانتي تاكسيات على مترو على مطار، ولكن يعطيك ألف صحة محافظة، خلي كلمة الختام. عايشك بارك الله فيك. بربي كلمة الختام، بربي أي دراسة جديدة مش تصير في أي مشروع في البلاد خاصة في النقل، نقرأ حساب أصحاب الحاجيات الخصوصية وذوي الهمم. نعم. على الأقل كي نعملوا انفراستركتور جديدة
ولا نشري وسائل نقل جديدة تكون ملائمة ليهم هما وتسهل لهم التنقل متاعهم هما. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة الكلاندوي هذايا لبعض المشاركين اللي كانوا موجودين أيضا في البرنامج هذايا نتاع أكاديمية المواطنة. شكرا لكم الكل، ميرسي بوكو اللي تابعتونا. موفق محمد غربال، وباش نتابعوا احنا معاك في الفونداسيون اي اف ام وفي راديو اي اف ام التعهدات هذه الى اي مدى باش تخلط انها نشوفوا نتائجها على ارض الواقع. ميرسي بوكو الناس الكل، باي باي، ملتقانا غدوه.